رحلة ضمان البقاء لشبيبة بجاية كانت أمام حتمية بداية جمع النقاط داخل القواعد وعدم تضييعها، ليكون الفوز في هذه الجولة على الضيف أمل بوسعدة، هذا الأخير الذي تنقل بنية الظفر بكامل الزاد. هجمات متبادلة من الطرفين، وفي الدقيقة 23 الأمل يسجل والحكم نادر يرفض الهدف بحجة التسلل. هدف تمسك به أمل بوسعادة ليكون لهم ذلك في الدقيقة 24 بعد هجمة معاكسة، ودريفل يغتنم فرصة خروج الحارس علوي ويضع الكرة في الشباك. هدف لم تدم فرحته سوى دقيقة واحدة بمنح الحكم نادر ضربة جزاء لشبيبة، نفذها بنجاح بن منصور معدلا النتيجة. هدف التعادل زاد من ضغط المباراة، محاولة هجومية للأمل خلفت اشتباك بين اللاعبين ونرفزة جماعية فصل فيها الحكم نادر بإشهار بطاقتين حمروين للاعبي الأمل دريفل والحارس علوي من جانب شبيبة بجاية، ليتم تعويضه بالحارس الثاني مكرش. ليتواصل اللعب بعشرة لاعبين لكل فريق بدون جديد، ونهاية المرحلة الأولى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. في الشوط الثاني أمل بوسعادة افتقد لمحرك الهجوم دريفل وحاول تسيير اللعب بذكاء وامتصاص ضغط المنافس، وكاد أبناء الحضنة في الدقيقة 59 إضافة الهدف الثاني بكرة بلوذان والحارس مكراش يبعدها إلى الركنية، لكن شبيبة بجاية كان لها كلام آخر في الدقيقة 63 لتقلب الطاولة على ضيفها بتسجيل الهدف الثاني، وقعه سناسي مرجحا الكفة لفريقه. هدف حرك الضيوف لتعديل النتيجة، لكن دفاع الشبيبة كان متماسكا إلى آخر ثانية من المباراة وضمان الفوز. فوز كان الأول للمدرب سعيد حموش مع فريقه الجديد.